حته ان احنا منتظرين شغل. ومين الشكور يا جماعه؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ يا زوجات يا بنات اسمعوني، الله سبحانه وتعالى. ولا تندمي ابدا ابدا على عمل عملتيه ونوتيه لله سبحانه وتعالى، ابدا ما تندمي عليه. ولا تندمي ابدا ابدا على عمل انت احتسبتي فيه النيه لله، عند الله ما بيضيعش. ومين يشكرك عليه؟ الله الشكور. طب العبد ما شكرش، مش هيشكره والله العظيم ولا حد هيشكره. انا مش عايزه منهم حاجه، انا مش عايزه منهم حاجه، انا عايزه الشكر من الله وحده لا شريك له. والمجازيه عليه ان شاء الله في الاخره يا رب، المجازيه عليه في الاخره يا رب، قولوا امين. ايوه اصل احنا مش هتعملي ببلاش، انت مش هتعملي ببلاش. ده جزء. الجزء الثاني لما تبقي في مجال عمل وتعطيه كل ما عندك، ده كمان ممكن يعني تصرفي من جيبك على مجال عمل تطوعي ولا عمل دعوي ولا عمل في شغل حتى، وبعدين تيجي تحاربي في هذا الامر، ويجي الحاجه اللي انت بتعمليها مش عارفه زميلك مين وزميلتك مين يخبصولك ويعملولك ويسولك عشان خاطر الجزئيه دي. ما تزعليش وانت مش عامله لله عز وجل، ما تزعليش، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكرمك، الله سبحانه وتعالى هو اللي هيكرمك، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعطيك، الله سبحانه وتعالى هو اللي هينصرك. سواء انت او هي في مجال شغلك في مجال كذا، اهم حاجه اهم حاجه ما تحطوش مصدر اسعادكم البشر مهما كان قريب، حتى لو زوج، حتى لو زوج، ما تحطوش مجال اسعادكم عيل من العيال، ما تحطوش ان ده مصدر اسعاد الله سبحانه وتعالى. يا رب مال غيرك، والله يا رب مال غيرك في الدنيا، ويا رب الامر الفلاني والامر الفلاني. انصحكم بصوا بالاتي، عشان بس صدرك ضيق ما انتش قادره، خلاص خلاص خلاص. وسبح، نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حلو، صلي وفي سجودك اشكر ربنا عز وجل وقول يا رب يا رب انا ما انا عايزه اي حاجه الا منك انت يا رب، انا مش عايزه الا منك انت. رقم اثنين، رقم اثنين التسبيح، يضيق صدرك وبما يقول قال سبح بحمد. تسبيح يعني تنزيه الله من كل نقص، سبحان الله بنزهك عن كل نقص، انت المالك القادر القدير المقتدر، وبحمده لك الحمد، بحمدك على كل النعم اللي انعمتها عليا. ولازم نشوف النعم، لانك ما شفتش النعم مش هتشكر. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ركعتين الطلب حاجه كل يوم، ادي حال يا رب، ادي مقال يا رب، انجيني في هذا الامر يا رب. ده ما يضيعش. ليه؟ انت كمسلمه وكزوجه بقى، كبنت كمسلمه، ده دورك. وده اوعي تحطي اصل انا عيلتي، اصل انا البوزيشن، اصل انا السترونج اندبندنت وومن، وانا البدنجانه الكبيره، ولا الكلام ده، ولا زوج ولا عيال. الله يا بنتي والله ما لنا الا ربنا سبحانه وتعالى. وصدقوا الكلام ده، تقولك يعني هو هيستجيب لي؟ هيستجيب. اذا كان استجاب للملحده واحده اسلمت وكانت بتحكي قصه اسلامها، وتقول لك ماشيه وفي تركيا ما يعرفيش انجليزي وماشيه وضاع الموبايل قفل ولا في الجي بي اس قفل ومش عارفه مكان الفندق، قالت له لو كنت موجود يا اللي في السماء، انت بيقولوا عليك موجود ربنا، ولو كنت موجود في الدنيا دلني على الطريق. بتقول مشيت كده مشيت كده لقيت الفندق قدامي، اسلمت. الفكره في ايه؟ في الاول وفي الاخر ان انت عارفه دورك، وانت هنا في الدنيا لعباده ربنا سبحانه وتعالى. كزوجه انت امل الله، كابنه امل الله سبحانه وتعالى.